مضمونة 100%. وأنسى كل حاجة ومن حلاوتها وليس الحب إلا فرح بها جدا. وهل للقلب من أحد إذا ما الذنب أضنى شوية إذا ما الذنب أضناه بصمت الليل يا أضني فيراني بعيناه أجمل وصفات وادعوه فيسمعني وتجربوا العجينة بتاعتي وتغرقني عطاياه وتغرقني عطاياه رحيم ليس يتركني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وحشتوني. النهاردة بقى جايلكم بأجمل تحدي وأجمل تحدي اللي هو تحدي البيتزا. قررت أعمل ميني بيتزا واخترت لكم أحسن وأبسط عجينة ممكن تعملوا بيها اي معجنات هتكون مضمونة 100% وناجحة بإذن الله. تعالوا بقى نشوف مقادير العجينة بتاعتنا. معانا 5 كوبايات دقيق، معانا معلقة صغيرة ملح، باكو خميرة، من 3 لـ4 معالق سكر، 3/4 كوباية زيت، اي زيت يكون خفيف عباد الشمس، اي زيت قلي، 1 كوباية لبن او مية وتكون دافية. انا حطيت لبن على مية، مش هتفرق كتير زي ما تحبوا، دي حاجة ترجع لكم مش مشكلة. دلوقتي بقى الطريقة، هنجيب اللبن الدافي ونحط عليه السكر والخميرة ونقلبهم مع بعض كويس جدا ونسيبهم على جنب شوية لحد ما الخميرة تتفاعل. شايفين الخميرة بعد 5 دقايق بالظبط بقى شكلها ازاي؟ كده هنضمن ان الخميرة ناجحة. طبعا احنا هنحط معلقة الملح على الدقيق وهنبدأ نشتغل في العجينة. وطبعا دايما بقول لكم قدام ما التكنولوجيا موجودة محدش يتعب نفسه. عندنا العجان، هوفر عضلاتي بقى ورايا مذاكرة يا ناس، ما علينا. هنحط بقى الدقيق في العجان وعليه الزيت وعليه كمان الخميرة اللي احنا عملناها، وهنقول للعجان ايه شغل عضلاتك ورينا الهمة يا عم عجان وطلع لنا احلى عجينة. بسم الله توكلنا على الله، اللهم بارك. وهوبا اعجن 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 حبة كمان. انا قاعد مستني نت هيطلع معانا دلوقتي احلى عجينة، عجينة طرية لينة مقاديرها مظبوطة 100%. اللهم بارك. شايفين جمال العجينة دلوقتي بعد ما خلصت؟ وطبعا زي ما احنا كلنا عارفين هنغطي العجينة بورق استريتش وهنسيبها شوية لحد ما تخمر في مكان دافي. بسم الله اللهم بارك. شايفين العجينة بعد ما اختمرت حاجة 100%. لو تعرفوا ايه اللي بيحصل ورا الكواليس، وماما بتصرخ مني اصل للاسف انا ضعيف قوي قدام العجينة، بشوفها ببقى نفسي اقعد العب فيها واشكل براحتي، بس ماما بتقعد تصرخ وتقول لي الاتيكيت الاتيكيت. الناس كلها شايفانا، الناس كلها سمعانا، ما علينا امرنا لله. تعالوا بقى نشوف العجينة بعد ما خرجنا منها الهوا. هننزلها على الرخامة بتاعتنا وهنبدأ بقى نشكل الميني بيتزا. بصراحة العجينة كانت وهم، بتقول لي شكلني يا معلم عينيا. تعاليلي بقى يا عجينة يا أمور، انت هشكل بيكي احلى ميني بيتزا وهشكل منها حاجات كتير، استنوها في فيديوهات جاية بإذن الله. دلوقتي حاجة بسيطة، هنكور كور صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وهنرصها جنب بعض كده لحد ما عجينتنا تخلص.
تغرقني عطاياه رحيم ليس يتركني. وبعد ما نخلص تشكيل العجينة بتاعتنا كده نخش بقى في الشغل الجامد والمهم. طبعا احنا هنغطي الكبر دي كلها بورق سيلش برضك عشان العجينة ما تنشفش. دلوقتي بقى هنمسك كورة كورة ونبتدي نشكلها، هنفردها كده بالراحة ونخلي بالنا ما تكونش رقيقة ولا سميكة، يعني مظبوطة عشان نضمن ان البيتزاية تطلع لنا طرية ومش ناشفة. طبعا هنكون محضرين عندنا الحشوة بتاعت البيتزا، ودي بقى هتبقى حسب اختياراتكم. انا بقى قطعت طماطم وفلفل وعندي زيتون شرائح ومعايا لحمة مفرومة. طبعا انا داهن ايدي زيت عشان العجينة ما تلزقش في ايديا، عشان زي ما قلتلكوا قبل كده العجينة طرية. نبدأ بقى نحط الحشوات، وهنبدأ بمعجون الصلصة. عندنا معجون صلصة على كاتشب، بنحطها على الميني بيتزا معلقة صغيرة كده. بعد كده هنحط اللحمة المفرومة والطماطم والفلفل وشرايح الزيتون. وعندنا بقى اهم حاجة في البيتزا عموما، وهي الجبن القمر اللي بتتحط على الوش. وانا كنت مجهز جبنة شيدر على جبنة موزاريلا، وظبطت الميني بيتزا بتاعتي صغنطوطة ومحندقة على قدي، رصيتها في الطبق ده. وطبعا الطبق دوت بيدخل الفرن، ما تخافوش واخد التصريح من مامتي. هنرص الميني بيتزا بتاعتنا على قد الطبق وعلى الفرن بسرعة، والله ما اخدت 5 دقايق في الفرن مني وقت بقى علشان هي ميني بيتزا. شايفين بقى دلوقتي لما طلعتها من الفرن ورصيتها في الاطباق، حاجة والله كده وهم، ولا بتاخد وقت ولا بتكلف ولا مجهود ولا تعب ولا تشغيل عضلات، وفي الاخر بتاكل بيتزا من ايدك مضمونة 100% من النظافة ومن كل حاجة ومن حلاوتها. وكل اللي اكل منها في البيت فرح بها جدا وقال تسلم ايدك يا شيف ادهم. شايفين البيتزا طالعة هشة وجميلة ازاي؟ قصدي الميني بيتزا، والله جميلة وزايد السكر، شوية كاتشب بقى ومايونيز، والف هنا وشيف عليكم. اتمنى يكون الميني بيتزا بتاعتي عجبتكم وتجربوا العجينة بتاعتي، وما تنسوش اللايك وكومنت حلو، وما تنسونيش من دعوة حلوة. وأسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.